وكنت بقول لحضراتكم ان ليفربول بيجدد لمعظم نجومه، وان شاء الله هنسمع اخبار لتجديد عقد محمد صلاح، بيكون بعقد يليق باسم محمد صلاح. لكن كمان خلينا نتكلم على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يمكن الانتقال من اليوفنتوس بكواليس مختلفه هنعرفها، لكن كريستيانو رونالدو حقيقه يعني بيحقق ارقام وبيحطم ارقام قياسيه بشكل خرافي. حضراتكم عارفين يمكن يعني بيحط يعني هو خلاص نجح في تحطيم رقم الاسطوره الايراني اللاعب السابق طبعا داني، طبعا اللاعب الايراني اللي كان عنده اكبر عدد من الاهداف على المستوى الدولي. كريستيانو رونالدو في المباراه اللي فاتت احرازه الهدفين رغم اخفاقه طبعا في ضربه الجزاء، لكن بيتعدى هذا الحاجز وبيوصل ل 111 هدف على مستوى المنتخب البرتغالي. رونالدو كان بيتكلم على علي داي طبعا الاسطوره الايرانيه، وكان بيتكلم ان هو علي داي بالنسبه له كان رمز وكان بالنسبه له اسطوره، وكان دايما بيحاول يوصل للرقم اللي كان في وقت من الاوقات رونالدو نفسه بيقول انا كنت يعني بقول صعب اوصل لهذا الرقم. لكن رونالدو هو زي ما بقول لحضراتكم على المستوى الفني ما حدش يتكلم عليه، لكن على مستوى الاراده، على مستوى الطموحات، على مستوى الشغل اللي بيعمله خلال خلاص وصل يمكن سن 34 سنه، في لعيبه ممكن تبطل في ويكون ملهاش وجود، لكن كريستيانو رونالدو النهارده بيهني كمان يعني بيتكلم على علي داي وبيقول له بهنيك يا شهريار، يعني طبعا هو طبعا بيقول شهريار لعلي داي، على بيقول له بشكرك على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي لفتره طويله، بيقول له شكرا على احترامه الكبير له دايما في كل مره بيسجل فيها رونالدو كان بيقرب من هذا الرقم. وكان زي ما حضراتكم عارفين ان خلاص رونالدو بيحقق الرقم 111 على المستوى الدولي، بيكون افضل لاعب في التاريخ على مستوى التهديف مع منتخب بلاده. كريستيانو رونالدو بيقول هو نفسه كمان بيقول ان العداد لن يتوقف، لم انتهي من العد بعد، سواصل اللعب مع البرتغال العظيمه وبسجل الاهداف وهم دول الرفقاء الرائعين. زي ما بقول لحضراتكم هو ده نموذج حي لكل شاب صغير، لكل ناشئ صغير بيقول كريستيانو رونالدو بيعمل ارقام قياسيه في سن عدت ال 30 سنه، ولكن ارقام كريستيانو رونالدو على مستوى عالي جدا جدا.